الخير، ماذا من تطورات عندك؟ يعني جورج، العديد من المشكلات التي حصلت هنا من بعد، وخصوصا من بعد اقتحام الإيدن باي أو الشط ذات الملك العام والذي تمت سرقته من قبل المواطنين. العديد من المواطنين هنا تم التدافع بينهم وبين جهة حزبية. هناك من يقول لنا بأن هذه الجهة قرب اللي خبرنا عن المشكل اللي صار، اللي شو صار؟ ما بعرف، جينا انه سمعنا في مشكل، طلعنا مشتل، بس ما عرفت مين هودي الشباب. ما بعرف شباب مين، مش عارفين مين، بس شيء عيب. هذا مش 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 اول مره بصير فينا هيك. يعني هناك اللي في المشكل اللي صار. المشكل اللي صار شو سببه؟ انا ما بعرف عن مشكل صار، بعرف انه كنا هون واقفين ونزلنا تظاهرنا تحت، كنا بس عم نصرخ شعارات. اوكي، مين استفزيته؟ ما استفزينا حدا، نحن عم نقول شعارات بس للأملاك البحرية المسروقة والفساد. بس سمعنا صريخ من تحت، طلعنا لقينا مجموعة شباب عم بقولوا عم بيهاجموا الثورة وينتقدوها، وحتى مرقنا صار يقولوا لنا يا صناع الفتن حلوا عن الوطن. وكان في حدا عم بقول انه الثورة ما بعرف شو، يعني صاروا جايين لحقتوا نبيه بري على الإيدن باي. امبارح كنتوا على الزيتونة باي واليوم لحقتوا نبيه بري على الإيدن باي، فما بعرف هيدا يعني اي نوع. يعني شباب من جماعة حركة أمل، يعني انه المرجح هيك، يعني هن مش حاملين هوايه، بس انه المرجح هيك، بس انه ما بعرف اي استفزيتوهم باي شعار. نحن جايين بس انه عم نهتف ضد الفساد والاملاك البحريه المسروقه. انه معروف الإيدن باي يعني بس عمر عمل 5 مخالفات. اول شيء ما اخذ رخصه من البلديه، ولا وعمر بمسافه كثير قريبه على الشط. وثالث شغله عمر فوق المستوى المسموح فيه، يعني فوق الاوتوستراد. ورابع شغله ما اخذ رخصه من المهندسين. سؤال بس، من بعد هيدي الاشكالات، يعني صار اشكال قبل ما نزلتوا مع نفس الشباب كمان، واشكال من بعد ما طلعتوا، هل هيدي الاشكالات رح تخوفكم، رح تمنعكم من يعني الخوض بهيدي المظاهرات مره ثانيه؟ هلا انا ما بعرف اذا صار اشكال قبل، بس هلا ممكن صار اشكال صغير، بس لا ابدا مش حنخاف، لانه احنا جايين يعني عم نطالب بوطن، ولو عجزتنا يعني احنا بدنا نبني وطننا. كنت حضرتك على المشكل اللي كنت على المشكل، وانا كنت قبل برياض الصلح، وكنت على مصرف لبنان وعلى التي بي اي، ونزلنا على الاملاك البحريه، بلشنا بالزيتونه ووصلنا. شو اللي استفزهم للشباب لصار المشكل؟ اللي استفزهم ما بعرف، يمكن لانه وقفنا قدام املاك عاشور، ما بعرف، بدك تساليهم الهم. نحن جينا وقفنا هون، صار اشكال نحن والدرك، انصاب منا حدا وانتهت. طيب بعد شوي بيجوا مجموعه، حتى انا بينوا من الاساس، فقمت صورتهم، وقفوا شي 5-6 شباب هون. بعد شوي لمين بينتموا او مين؟ بعتقد الفيديوهات واللايفات مبينه، كله نازل على فاجوا وصاروا يسبوا لنا انه نحن عم نسكت. اذا شكرا روان، بس هن معروفين لمين. شكرا، بس اخر شغله بعد. شكرا لك يا روان دبو خزام. جورج، اشير الى انه من بعد هيدي الاشكالات اللي حصلت، يعني تم التوافق على انسحاب المتظاهرين من امام الإيدن باي ورجوعهم الى رياض الصلح، منعا لاي احتكاك اخر بين الشباب اللي منتميين لاحزاب اللي عم بيقولوا انه صار الاشكال معهم، والمتظاهرين اللي جايين يطالبوا بحقوقهم. جورج، شكرا لك يا روان دبو خزام.